اللي تزوجي بيها. ايوا نحنو؟ نحنو دابا غادي نمشيو كلنا لدار جديدة. شكون حنا؟ نتوما وانا. حنان. الشاف حنان راه ضربت عليها تمارة. هاي 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 علك راسها دوري. ديك الله بلا جوات الصيف. طبلة فلورال هاي هاي. الضمان ديالنا راه صعيب، ريال واحد ديال الجاوي تيبخر المدينة كاملة. نادا كاسك سيدة. نادا حيت اش وقع لك؟ وعلاش جيتو؟ أوي علاه لا جينا نخليك بوحدك. عرفتي شتوها اللي كانوا غيشوهوني كون داشي واحد من لي كوليك وشافهم جايين عندي بداك الحالة وعرفهم خواتاتي. هادو لالا اللي انتيا ما عاجبينكش هما اللي ضربوا عليك التمارة في السروية باش وليتي انتي طبيبة. أنا ميدسان. انتي انفيرميير. شنو خصني نبقاو لي ليميت بيني وبين الناس عارفة؟ راه هو كنتي تسهلي على راسك كثر. وتقولي انا ما راضياش يشوفوني معاك. انا سلامتك. الله يسلمك عليك. صافي راجلك هو اللي استقر هنا بخطره. طلقنا ما هذه راه الطلاقه الثالثه ما يمكن لكمش ترجعوا. واش عارفه هذه ولا ما عارفاهاش؟ عارفه ماما عارفه. كي عارفه انا ما بغيتش داك الزواج تراديسيونيل ولا نتزوج باش نستقر. شو هذيك الهضره اللي كيقول انا جو شيرش لام ساعه اللي تسكن هنايا وما تبقاش تخرج. اجي واش خويا رومانسي ما فخبارتش ولا شنو؟ رومانسي جدا. شكون قلت لكم انت عاد فين انت هذا؟ غادي نجو الدكتور البيض. كنضر عيالي كنضر يا حنان انا ما برضاش عليك تطيح من ذا. حنيني راقد. اصبر على الله اخويا تقعد الدجاج غتهرسهم. الله اختي حنان انا شاف حنان ضربت عليها تماره باش خديتها على نحسن مني هذوك. ربي السلامه يا لطيف ركبتي فيا بوصفر بهاد الخلعه اللي كتخلعيني حنحني قولي السلام عليكم شي حاجه. وما راك حنيني سارح وكتخمم غارقين لك البابر غادي نمطش على الصباليون. اودي السعاده راه انا اللي غارق غارق مشاكل غارق كريديات غارق مساسي حتى راسي. وقيل ابو سيدي راه من الاغراق وانا ما عارفهاش وحق الله هذه الحاجه. امال انا شغلي شغلي فك انايا بقيتي لي من التالي ولا من الوالي اخويا زرت عليك الفقره والسادات. تثبت معايا راسك كاين شي جديد؟ ايه ها عندي البوم ان شاء الله في السيمانه الجايه انا وحاجيب غادي يخرج ان شاء الله الرحمن الرحيم. اش من جديد اش من جديد اختي حنان راه عندي كنديرو اليوم كنعاودوه غدا وصافي. كنسولك على محالي داكشي اللي ليا شغلي هادشي اللي حاطاك فيه حتى كنسولك جا شي كليان جا شي كوموند سول شي حد. صح اخو حنين هادشي اللي غتخسر عليا هادشي اللي تعرفت هي تقول حيت انت جالس هنا ما غاديش عندنا خويا حتى حد انت هو النحس ديال المحل هو التابعه ونقطع الزز فيا انا طالع نرتاح الا جا شي حد ولا سول ولا عيط في التليفون بغى شي كوموند قولها ليا. واخ الصين على ربي والنبي. الو السلام عليكم. ايه هو هذا مرحبا. كيلو ديال الكحك اها كيلو ديال الكعاب والفقاص غير هو الحاجه خديجه غير هو راه خصك ضروري دوزي لنا لافونس. ايه راك عارف باش ناخذ اللوز والزيت وداك الشيء صافي تجيب العشيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ياك عارف الحانوت فين هو هذاك تمك الله يعطيك الصحه لاله الله يطول عمرك العشيه ان شاء الله شكرا. الحمد لله كوموند جات كيلو كحك كيلو كعاب. جواد شدير لي تليفوني تشارجي. مقرعه دابا مشات شفتيها؟ شفتها انا فيا ما سمعتاني فين غاده فين جايه راك عارف ماما فين غاده فين جايه. راه انت اللي كيخصك تسوليها فين غاده ومنين جايه ومع من كتكون. علاش فراسك شي حاجه؟ لا ما فراسي والو. اجي لهنا كنعرفك جواد اش كاين؟ تبقى بيناتنا دوي تقليد الله في عنقك مصيبه هذه دوي. هاد الايامات امك راه قابطه الخط مع شي واحد في التليفون وعلاها ما بان ليا والله اعلم داكشي راه غادي للمعقول راه ناوية تضربها بشي تجويجه. اللهم اني قد بلغت اللهم فشلت. هذاك التليفون عندك تجبد لي صداع مع امك. يا ربي السلام هوي اللي شدرت. ايوا اختي ربي خلق وفرق. عرفتي يا اختي كون شفتيها ما كتنفسش ما يمشي يا دار. دابا غير قولي لي واش انا مصيحه وانا كنعاود لك انت كتهضري لي على هاد نجوى. دابا واش انا مخلصه هاد القهوه باش نجي نسمع على نجوى ومازال حتى ما تنعرفهاش. صافي سمحي لي ايوا اش درتي معاه؟ قلت له مازال ما كنفكرش في السواج. عندك تمشي تزطمي معاه انا راه كنعرفك انت عندك الحب والتخربيق ديالك الفلوس هما كلشي في الحياه. جربي يا صاحبتي دوري على اختك الصغيره شوفي كي غتبدا تحمق عليك.
مو ماتيرياليست مع راسك؟ بيان سور. شكون اللي ماشي ماتيرياليست؟ راه الفلوس هما الحياه. عندك مليون كتسوى مليون. دابا هاد النجوه هادي شوفي شحال وانا كنهضر عليها وعطيها من وقت. علاش عطونا فيك؟ تمن الفلوس تو سامبلومون. شوفي شوفي هاد خيتي هادي اللي سيني دلا تيتوبي. شتي داك الساب لكن كيسوى مينيموم 40,000 درهم. دابا بيناتنا انتي ما تحترميهاش؟ نادا ما يبقاش يضرك هاد الشيء. شحال وحده كتلقايها لابسه ومزوقه وصرفه على راسها من عرفت شحال. ولكن فاش كتهضري معاها تتقدري تلقى راسها خاوي. وراه الهضره اللي خاويه الله يهديك. حنا كنبقاو نكذبوا على راسنا بهاد التخربيق. شتي هاد الناس هما اللي عايشين. حنا راه منسينهم في الحياه. كنبقاو جمال الروح ولا ما نعرفش ديك. هادي هي هاد السوجي كيعصبني. شربي شربي قهوتك ونسي عليا تحمد ولا حموده ديالك تاهو. أسماء؟ 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 بابا؟ مالك بنتي سمعتي؟ لا غير ما سمعتكش. لا من الصباح أنا كنعيط لك أسماء. أسماء أنت في علامة أخرى ياك لاباس؟ لا اسمح لي ما سمعتكش. بغيتي شي حاجة؟ عيطوا لي مدرستك. علاش شنو بغاو؟ هذاك الشيء جيت نسولك. عندك معاهم شي مشكل؟ لا ما عندي حتى شي حاجة. شوف بلا ما تبرز راسك أنا غدا نمشي نسول ونجي نقول لك. نو نو خاصني نمشي. عيطوا اذا كاينه شي حاجه. صافي واخا اللي بغيتي. ونوضي حبيبه تاكلي شي حاجه باش تلقاي الجهد باش تراجعي دروسك. واخا. اسمع قسم انت شويه من داك التليفون راه يضرك في عينيك. واخا. جابك الله الحبيبه ديالي طيب لينا واحد الطويجين انا ما فيا لي قش بريديه بغيتهم يبقاو زوينين. اوف علاش مالك؟ علاش؟ واش علاش؟ فرحانه براسي اختي. حي براسك ما عندك ما يتعجل اليوم؟ لا لا عندي واحد الكوموند بالحق خفيفه حتى الليل ونزرب عليها. علاش مالك معروضه؟ معروضه واش الواحد ضروري خاصو تا يتزيص تيكون معروض؟ لا اختي. فرحي براسك اختي. اجي نسولك. بصح بغيتي تعاودي تزوجي. شكون قال لك هاد الهضره؟ دابا سولتك جاوبيني ما تجاوبينيش بسؤال. واش بصح باغا تعاودي تزوجي؟ لا قولي لي بعدا شكون قال لك هاد الهضره هادي مفاريوها عاد ديك الساعه نقول لك. قال لي جواد يلا جاوبي. الله يجعلو يدقل في صحته وفي عمره. هذاك الشتوعة كيتسلط عليا هذاك. فرض انا اختي كانت بصح مالها حبيبتي الا كتبها عليا سيدي ربي مرحبا بها اللي هرب للجوج هرب للطاعه. واش من نيتك تصحاب راسك بقى صغيره؟ ايوا ويلي نعد الشيطان شي ماني قلت لك كنخرج انا وياك في الزنقه كيصحابنا مع صحابات. ماما باغا عاوتاني تشويني مع صحاباتي. اه لا لا حتى صحاباتك الزايدين انا يا فكرت حتى لبرا اللي بقاو لي على صحاباتك صحاباتك هادو هازين عليا القفه. نقول لك جوج كلمات. قولي. والله ودرتيها بصح لا باقا شفتي وجهي في هاد الدار. انا والله وتحلفي وتعصبي وتعيصري على وحدك مالك فين قدك كاع فين حدك عندك الفيزا تغتشوفي المسخوط. انتي غتشوفي الليل شارجي هاد التليفون كاع. يا ناري حاف راه ما عندك واش هاد الجيل المسخوط هذا اختي قولي لي الحلال ولا الحرام. والله لا عصبتيني يا الله. شوفوني شوفوني عيداكم تعزدوني. طيب هاك هاك شم بلي هاد السكيجبه ماشي هو هذاك شمشم. لا انا دخلت عند اسماء دابا نسولها كتمتم وتدخل تخرج في هضره ما تقوليش ليا كاينه شي حاجه. والطيب مع الشيطان غادي يكونوا داكشي ديال جمعيه الاباء وداكشي كون كانت شي حاجه كون قالتها لي نوال الخير تلقى الخير. انت ما قالت لك والو؟ بحالاش تخاصمت مع شي وحده في المدرسه مع الاستاذه مع لقيتها ياك؟ انا كنت عارف قلبي ما يكذبنيش مخلط بالحمص مطحون عشتي قلعته والله ما يديروها بيا. ياك عايشه شنو فاش شادوي انت فاش شادوي ماشي مشكل عرفتي والله ما عندهم فين يباتوا. شكون؟ ديك المرة لقيت القهوة تاهي مخلطة بالفول. دابا مابقا عارفين اش كناكلوا. عيشة أنا وأنا ارتحت نشوف هاد المدرسة اش بغاو. خليتك على خير الله يهون. طيب
مهدي مهدي نوض نوض بركة من النعاس يلا تقعد قلت لك نوض بركة من النعاس المهدي أصلا ماما عافاك ماما شوية على شحال في الساعات الساعة ما نعرف ما قريتش الصباح حتى العشية باقا شي صباح هذه راه الجوج تقعد يلا تقعد بس كتكمي في داك السم ياك ياك حلفتي لي قلتي لي ما عمرك غادي تكمي وانا بحال شي حمقه تي اختك بالحق من اليوم غادي تشوف الوجه الاخر ديال ماماك والله ما باقي تشد من عندي شي فرانك سمعتيني تقعد يلا تقعد نوض 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 تفطر ولا تغدى ولا شوف اش غادي دير دخل دخل دوش خمسة دقائق وانا راجع عندك واش ديك تقرا ها هو لودوس يا مدام ماو ها هو عندي غدا في 8 الصباح يكون عندك ونفوق منه التليفون كادو من عندي لا لا هذا غير باش نعيط لك جاوبيني اه غير لا صيبتي لي الطريق انتيا من جهتك ما تكوني غير على خاطرك ربي يخليك واخا بابا ميرسي هاي مع السلامة مالو وليدي مالو مالو مقلق على الصباح مالك قول لي شكون هذا اللي قلقك نمشي نقلقو دابا شكون غيرها ماما على الصباح الغوات الغوات ونقير بحال ما شنو كندير ليها كاع قول لي علاش كتغوت بعدا فيقتني من النعاس باش نمشي للمدرسه وقالت لي هنا غادي توصلني صافي ما ديش عليها مسكينه راه مازال انت كتبان لها صغيور كتخاف عليك بزاف بابا على هاد الخوف بزاف شوف بابا كيفاش الصباح تشوف وصافي قول لي فين هي دابا ما عرفتش الزاوية تنتظر معاها بسلتها غادي تجي ما غاديش تلقاك غادي تنسى يلا طير اجي 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 قول لي بعدا غادي للمدرسة ويلي يا بابا بيان سير نمشي للمدرسة انا وسير الله يرضى عليك اولدي بابا في العشية نتعطل شوية بغيت نخرج نتيفولا مع الدراري صحابي ومحتاج شي حاجة ديال الفلوس شفتي اختك راه جات من الصفر مازال وشوف هاد راه دوش شوف هاد راه فكاك كافين كانوا مزيان قادي الغارض ميرسي بابا الو ولدي حميد اجي اجي عندي للدار غتاخد واحد لو دوسي غدا قبل ما تدوز هنا دوزو حطو عند مدام الكتاني يلا مهدي مهدي فين مشى هذا مهدي فين مشى هذا الويل خصنا نعرف شنو كيكمل شنو كيكمل هذا حتى اللي نتلفوا هاد التلفاهات فيهم هادو وهذاك حسبتهم كاملين على العيشة ايوا صافي مزيان مازال محتاجيني شي حاجة لا صافي غير سيري باش تلقاي المركوب واخا غدا ما تعطلوش عليا راه عندنا الخدمة لا كوني هانية يلا تلقى ان شاء الله خليك الراحة يلا بسلامة بنتي سي طيب الله يعاونكم الله يمسك على خير بنتي هاند راه شنو قالوا لي ايوا راه مشيتي راه قالك البنت العزات لهم في القسم والاستاذ كيشرح وهي كتشخر قال لها نوضي خرجي غسل وجهك انا والله الا حشمت علاش غتحشم كتوقع كيفاش كتوقع واش هذا قسم ولا بيت النعاس والصراحة على الغلط ديالي البنت مسكينة اللي الكل هي كتوجع وما بغاتش تمشي في الصباح انا اللي بززت عليها قلت لها غير سيري وتجي في العشية ونسي واشتي ضحكتي فيها وفينا عباد الله وصافي مسحها فيا الطيب معليش انا راه درت مع دوك الناس ديال كاليفورنيا غيجيو باش يعطيو التطبيق راه رصيت معاهم السبت ان شاء الله ان شاء الله صافي اتفقتوا على بسطيلة الحوت ياك يس بغاو حتى شاورما في الجردة يس و بغاو تا كروسه ديال بابوش بصح هاد الناس اللي لاباس عليهم عندهم شي وحم في شي شكل بالحق مزيان حنا مالنا زيد المزيد دقيق واي نوت خالتي عيشه عمي الطيب بغيت ندوي معاكم في واحد البلان انا عييت مالك بنتي ديك الهبيله ديال ماما عاوتاني واتس رونغ مالها جات هذيك السخانه ديال كل عام الزواج وفين هي دابا في الدار كره قلبه عليا الدنيا راه خصني نمشي المهم خليتكم على خير امي الطيب خالتي عيشه دوي معاها الله يعطيكم السر والله تعيت واخا بنتي صافي غير تهني يلا خليتكم على خير واش هادي مسطي ولا مالها غادي نمشي نوريها شنو واش واش عاوتاني عويشه
عندك ما تقولي لها السيده طالبه غير حلال. اش من حلال؟ اشنو خاصها؟ عندها بنتها، عندها رزقها، تجلس تربي بنتها لها ترى الاخرى. ايوا راه خصها راجل ما عرفش يصدق هاد النوبه. باينه غيصدق بحال الاخرين. ويلي ويلي على حمق. هيا 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 يا سيدتي يا كرهتيني حياتي من بين كاع الرجال ما بلق حبيبي يا بغيتي لاغير اراكي خسره لافير. هيا 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 يا سيدتي جيتي؟ لا مازال، هاكا تخيليني حداك. والله بنيتي من دا فتفقني نرد الهضره كتعطي 10 زيرو. هادشي لا تخليلي نيت، لا فلوس لا قيمه لا سمعه، نتم غادا في الزنقه ويلعتو فيا الناس. هو دا بنت حنان اللي مزوجه سبعه. قل اعوذ بربي الفلاق، قل اعوذ بربي الفلاق، تابعي عندي في الدار، تيشوفي ع بنتي واش كتقولي مع عباد الله اش كيقولوا قل رواح لهم هنا؟ كاش واحد يقول النعمه لا؟ ما ماتش، غادا صوه الخير. ربي حبيبي. سيري بعد فين غادا عند فارس احلامك؟ هو اللي جاي لعند ويلي غتجيبيه للدار؟ واش الشيطان ريحيك وطول الزمن على عينك تيجي عندي للدار بلا موجب شرع. هو نهار غادي يجي لها الدار غادي يجي بالشان وبالمرشان وبالقوانين تيدخل لدارنا كراجل ماماك. الله يعفو عليكم هاد المراهقه المتاخره. شنو هي هاد الحاله اللي انت فيها؟ كبرتي ومازال باغا تزهاي. وباز باز عباد الله نتوما مالكم بغيتو تسدوا علينا من كاع الجوايا؟ الله يخليني صحيحتي وخلي لي صغري وزيني وخلي لي جيبي. مالها اختي ما نزهاو في الصغر ما نزهاو في الكبر؟ سيري حسبي الخطوات بعدي مني. الماكله في الثلاجه اللي بغيتي تجي غدري تعصبوا بنادم تاكي زراك. السلام عليكم. ما شاء الله دكتور ندى. واحد دقيقه عافاك. ماشي بغيت نقول لك غير شكرا على قبل هذاك لو جيست اللي درتي مع السيد اللي من لا فامي ولا العائله كامله كتدعب معاك. هذاك بليزير هذاك واجب. بارك الله فيك. كيبقى سونيطا شويه؟ الحمد لله حالته مستقره الحمد لله. وانتو كان غنشوف لي شي جمعيه ولا احتاجتو شي حاجه هنا. بارك الله فيك. والله يا دكتور كاع البنات تاع لوبيتال كيقولك يقول لك اي حاجه وقفت على دكتور ندى الا ولا كتقضى. ميرسي بارك الله يسر امرك. شكرا. ندى مازال هنا؟ وي جافي اني كاع اورجون كنت كنتسنى لو كا يتستابيليزا. دابا ليتا ديالو ستابل الحمد لله. برافو ندى جادور لو سونس دو بروفيسيوناليزم اللي عندك. ميرسي دكتور. باش كنكونوا لي زيليف ديال دكتور البيض ضروري نكونوا بحالو. سي تري جونتي. Dites-moi, docteur, est-ce qu'on va te faire maintenant? Ah oui, effectivement. D'ailleurs, il faut que je te présente. Je ne sais pas si je vais te faire un peu de temps. Inch'Allah, avec plaisir. Demain, on sera au bureau à 11h. Ça te va, Gilad, non? Inch'Allah, si je n'ai pas d'urgence. À demain. Inch'Allah, au revoir. دكتور البيض غشادني بالهضره. عرفتي انا يا عيت بغيتي وقتاش ندخل للدار ونرتاح. ما عرفتيش هادي ديري كوني هبطتي شديتي طاكسي. انا باقي عندي بزاف ميتر عندي واحد الغرض خصني نمشي نقضيه. غرض؟ شنو الغرض عندك؟ كما تلاقي مع يونس. يونس بقى عاقل على داك يونس. ايوا اختي انت اللي بقيتي كتعاودي لنا والو تبدلتي بقينا عارفينك مع المغادة. دكتور البيض غادي يقدم لي اختو خصني نمشي نشري ملبس. علاش تيبس لا ما تقدر ولك الحوايج مابقى عندك ما تلبسي. كنترشد لك على هاد الحوايج اللي كنسترو بهم راسنا. كنهضر على الحوايج اللي كتعطي القيمة الاجتماعية للواحد. وانتي بالسلامة عندك فلوس هاد الحوايج هادو؟ كنعرف واحد السيد كيبيع حوايج كلاس والثمن زوين غادي نمشي عندو. يلاه هبطي 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 غيمشي عليا الحال. نهبط؟ وهبطي. واخا؟ صافا. Thank you.
فين زاك؟ فين عشيري؟ مزيان؟ هيا موسيقى مزيانة هادي هيا تشاهك في شي بارسي شيكون نديروه نديروه هاد السامدي هادي مزيان؟ نديروه بالحقيقة خصنا شي حبات أنا معاك عشيري فين هما بيلي شكون يجيبهم قدك نهار؟ ماشي أنا اللي جبتهم زاك أنت اللي جبتهم ياك؟ بالحق أنت راك عارف نسيت مزيان بياك؟ يا صافي نسام تعيط شوية سان ساعد البلان علاش ما ناخذوهاش من الفارماسي؟ منين؟ من الفارماسي تمشدو منين كصعب راه ما غاديش يبيعوهم لينا راه ضروري خص يكون كتبها لك الطبيب ماشي ضروري يا صاحبي كيفاش ماشي ضروري؟ خص تجيبي لوردونونس ونقضيو الغرض ولا لوردونونس منين نجيبوها؟ نجيبوها من باتيسري راه هي هي صاحبي ماك لا راه ماشي هي هي سولتو لك كان خوك طبيب لا ما يمكنش شنو تيصعبك دابا نمشي عند خويا نقول له خويا عادي بغيت نمشي نتسول مع الدراري نهار السبت وما كرهتكش تعطيني لوردونونس ديالك هكا كتب لي فيها شي كينه يقول لي اوكي شنو دروكا بغيتي؟ واش غيوقع كاع؟ غير كتبني في السبتار كيفاش غنقول في السبتار؟ ما عرفتش الاحترام اللي ما بيني وبين خويا سي راه نهار على نهار كتبين لي بلا انت عمرك غتشد هذاك الديبلوم الا نشرح لك فيها خوك هذا تمشي تدخل هنا طول الدار شويه شكرا اخويا بصحتك لالا اش نقول لك اجي نعم لالا شحال وانت خدام هنا؟ ماشي بزاف ديال الوقت شويه وكي داير الحركه؟ كل نهار ورزقه سولتك حيت انا عندي باتيسري واختي كدير تريتورا وكنحتاجوا الخدامه في الصيف تبارك الله وسط عمرك كتكسر الخدمه كنبغيو الخدامه بالزيت الا عجبك الحال جيت تخدم معنا الله يودي شو واحد كره زياده الله يودي مرحبا مرحبا انت سامي كنبغي نمشي خلي لي انا مرتك مرحبا هي الاولى صافي شوف واحد عافاك كاس ديال العصير هي الاولى مالك اخويا على التعطيله نسيت طولتي معنا الهضره واش كتعرفيه؟ هي ناري خويا لهليل وحي علينا باطل عاد قال لي كي جاتك القهوه قلت ليه زوينه ويل الناس راه كتبوا على الميتين واخا لالا واخا خلينا دابا من هاد الهضره واش تاش غتقول لعزيزي شوف عزيزي راه داير بحال الدران راه الا بلتي لي كتدخل وتخرج في الهضره غيقول لك سيدي ما عندي بنت للزواج انا اش خاصني نوجد اش خاصني نقول لها الحبيبه ديالي خاصك تكون مرزن في الهضره معاه الا قال لك فاش خدامه اش غتجاوبو غادي نقول لي الصراحه انا كنبيع ونشري في الحوايج وليش اخويا ديك الزياده ديال الحوايج قول اخويا انا خدام كنبيع وكنشري ما عرفك كتبيع وتشري في الاراضي ما عرفك كتبيع وتشري في الطوموبيلات قولو كنبيع ونشري وزجمع واخا واخا العمر ديالي ما يكون على خاطرك غادي نقول ليه كنبيع ونشري وصافي هاكاك شنو غتلبس انا كنت ناوي نلبس سروال وشي قميجه زوينه لا وين حي واش انا مقويه انا وياكو غادي تلبس اخويا كوستيم راك غادي تخطب اويلي عزيزي الا شافك بهكا راه غادي يقول لك اسيدي هذا السيد هذا راه ماشي معقول واخا بغيتي نلبس كوستيم نلبس كوستيم ما يكون على خاطرك اه لبس لي الكوستيم الكوستيم كيضرب الواحد على الشعر كتعصبني يا مصطفى بعض المرات كتجيني بحال شويه مكلخ وصافي دابا انا قلت لك ما طلعش ليا انا الدم حتى اللي طلع لك الدم صافي ما تنرفينيش صافي وصافي انا ما كنحمش نحز الرجاله بزاف يلا صافي وصافي شي دريات شادين فيا خدت شافك الخطه ملي جافك الخطه بعث وليت كنمرك ندخل للدار شكرا اخويا شكرا انت اللي كومونديتي العصير اه ها كومونديت لك العصير صافي خلص صافي من بعد ونخلص صافي كومونديت لك العصير ويلي غنبقى نشد قهوه وانت يا ما شرب العصير شرب شنو هادشي صاحبتي صبري صبري ملي شوفي هذا اش كيدير غير اش كيعجبك تفرجي في هادشي اش كيعجبك فيه بحال فحاره كله كيفاش كيدير شوفي هادي حتى هي كدايره صبري صبري مرك وحده خذا بنيتي قيسي هاد السروال ديال اسماء راه باقي جديد عمرها ما لبساتو راه الزوين ولا مارك اصلا هو اللي خرج طوندونس دابا والله خالتي ما خاصني لا يخطيك راك عارفه لا خاصني شي حاجه راه حنان في الدم انا عارفه ما خصك خير وماما كنت مخليك مخصوصه من والو ولكن اسماء بحال اختك والله تا عارفه اللي كاينه بلا ما تحرجينا خالتي لا يخطيك اش بس عرفتي قيسي ما تخسري والو صافي اسماء صافي صافي خليها على خاطرها بنتي مالي جيت شوفي هادي ما قلتيش ليا كي جاتك في المعنى ماك مايا ما والو هادي عيان بصح انا نقولك هاديك الكمايه اللي ماك ماياش اخاي ما تي تعرف راسك انت وليتي كتاكلو ماك اخويا قول لي كمايتك عيانه
صافي ما هي مزيانه صافي منين خويا كلشي كتقول عليه مزيان عمر ولا فلاط الصداره صرا ولا 5 ديوان زعما كيتهز وفينا يا خويا ديك الهزه دابا نتصوروا معاه ديال الصحر لك نطلعوا لا دوش في المعجونه هذه شنو هو انا معاك تما راه يتمنى بيتي معجون لا خويا انا ما عنديش مع داكشي معجون واش انت ما عمرك جربتي وكتقول لي ما عنديش معاك كنضحك علينا هذا صات شي حاجه واعره واعره لا لا انا ما ندير اخويا بالمعجون انا خليك محترم راسك اصاحبي شنو كاين شي معجون بصافي انا معاك في هذيك دقني دريس عيط على المهدي شوف فينا هو علاش مالو هو من امتى سال القرايه وما دخلش للدار كان عيط له كيقطع عليا لا لا قال لي قال لي غادي يتلاقى مع شي صحابو غادي يتعطل شويه ياك سيدي عارفو فين ومع من وساكت شتي راه ما كاينش اللي غادي يخرج على هاد الولد قدك واش انت ما غاديش تبدلي بغيت غير نعرف مالك مع الولد كيفاش مالي واش الولد فهاد لاج وقاس تيكمي في داك السم وتيهلك صحته وانت كدافع عليه انت قلتيها قلتي فهاد لاج الدري مازال صغير خصنا نتعاملوا معاه غير بشويه بغيتي نتعامل معاه بحالك انت نعقدوا الدري وانت كتعاملي مع خوتو في شكل هو في شكل واحد اخر انا لا هذا كل قهنا الحنان حداك ما يمشيش يقلب عليه في الزناقي مع صحابو شتي انت توي انورمال والله بغيتي تقول انني كنبغي خوتو اكثر منه صافي خليني نكمل ما كاينش شي امه كتحنش في ولادها ولا كتبغي واحد اكثر من الاخر صافي 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 مزيان الو ولدي فينك قول لي عافاك قول لي واش معكم هذاك ولد الفناني قول له سلم على بابا عافاك وقول لي عيط ليا يلا يلا وما تعطلش انت يلا وليدي بسلامه هاو شنتي كون كنتي كتعرفي تعملي معايا فعلي انا كون على الاقل جاوبك شتي نتايا صافي صافي الدري راه مع صحابو قلت لك خليني دابا ما مساليش عندي الخدمه يلا الشريف مع من كتهضر مع من كتهضر الشريفه معاك معاك اشنو منين انت كتبغي اكثر مني وكتحن عليه منين يجي قول له هذيك الطرق اللي غادي فيها راه ما غاديش الخير هاك هذيك مي انت وياه شتي شوف اش هذا يا رسول الله يا رسول الله اش هذا وصاروخ هذا ودور لنا اخويا داك الشيء وانا سكني بوحدك راه ندور الروايد دور لنا بعد الجوال وغنشوف الروايد بصح مهدي خصنا ندوزو ماشي الله تقضي لنا حتى انت الغرض تري ولا مات كان لي مزعم بالله عرفتي مناش خايف انا الصاد مناش خايفه يبغى يقلب على البلان في الشومبر ديال خوه يصدق داخل الكوس هنا كيقلب على الكاشي يدير هذا مسخوط والدي انا الدراسه انا معكم بالصح والله انا صدقوا وقع لي شي مشكل مع خويا ولا شي حاجه مشات احسن راه مشكل مهدي كتهضر بحالك دابا بحال الا غتدخل لومباساد غتدخل الشومبر ديال خوك تقضي لنا غرض تاخذ لوردونونس وغادي تخرج حصلك غتقول لي راه كنقلب على السنطه ولا لا خايبه كاينه كاينه شوف داك الشيء هاد الريط راه ساهل اصاحبي سير 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 شوف واش فيني خرج سير شكرا فينين هذا ما عرفتيش تعشو عيطات في التليفون قالت الباقا معطلة شوية في الخدمه يلاه انت قولي بالزربه خا نمشيو في حالاتنا أنا بنت الليلة مع أسماء عادي تمشي قولي بي الله خمشو في حالاتنا يلا خليها تبس هاد الليلة مع بنت خالتها ما فيها بس الله أختي الله بشي تونس نفا غير هاد الليلة خالتي من الأخر أنا ما رجعش لديك الدرسة تديري عقلك نو سيوا مام حشو ما تهضري معها بحالك ليه ما حسيتي كتهضر معايا بحالك ما عرفت مالا ولات بحالك ما عرفتش شكون اللي ولات الآخر أنا ولا هي عاوتي عزيزة الطيب وخالتي عايشة على الجديد ديالك قولي وسدي فمك شنو هو الجديد؟ كيفاش؟
والو عزيزي والو هذيك داوية كي جاتكم بايلة بنين زوينة يعطيك الصحة ما يعطيك الصحة عزيزي الله ما يعطيك لينا عزيزي الطيب كيما جا من هنا الله يطول لينا في عمرك يا ربي امين بصحتكم يعطيك الصحة بابا جيب لنا شي ديبلوم طرطق والكادو ديالك سيدي وراس المال يلا ان شاء الله يلا بالصحه صافي غير لا ما ديريش بها غير سمعت الدبلوم تتسقم لا لا نطلع نراجع دابا باش نجيب الدبلوم ديال راس المال وسير انا خويا هو الشاهد ما كاينش ديك التمره بنتي عافاك يا سامي بنتي حنان راه ماشي تندخل لك في حياتك ولكن راه كبرتي قدامي وكنحس براسي مسؤول عليك شي راه واخا ديري 60 عام راه ديما كتباني لي هذيك البنيته الصغيره اللي كتعيط لي عزيزي خليك لينا عزيزي وحنا راه عارفينك تبارك الله بخيرك وبخميرك وباقا باغا تشوفي وتشوفي وليني انت شفتي الزربه فين كتوصل الراجل الاول خلى لك بنيته وبات ما صبح والعقد ديالو راه كان مزور والثاني كان كيصبح لك مجبد لا خدمه لا ردمه ومقاسم معاك اللقمه ديال بنتك هو داك راه ليه الدواء والثالث اللي كان غيديها لافغانستان فين غنلقاوه احسنني واه عزيزي اقسم لك بالله هادو كلهم اللي كنتلاقاهم راه كيعطيوني وجه ديال الملائكه انا راه بنت الناس ما عنديش مع التخلويط مع التحرميات كنمشي معاهم بالنيه راه كنوقف معاهم على الصح عزيزي كيبان فيهم التحرميات وكيبان فيهم الضغل كيعطيوني وجه وكيصبحوا بوجه ولكن هذا عزيزي والله العظيم انتم اللي غتشوفوه غادي يعجبكم راه باين فيه ولد الناس راه تيشوف الاولى كي شافني قال لي شوفي بنت الناس انا راه ما تعلم انا بغيتك على سنة الله ورسوله قلت له ولد الناس ما قلتي عيب مرحبا بك اعطيني سيمانه نفكر ونرد عليك خبار سيمانه واش كتهضري من نيتك حبيبتي انا شبغيتيني انا نبقى نتسنى اكثر اللي بغى المعقوره ما كيتعطلش المعقوره كيبغي الشنطن انا رقم قام ليا قال لك امو باغا تعطيه لبنت خالته وانا بقى نتسنى تيطير لي الراجل من بين يديا حشمي من عزيزك واش غادي نحشم انا ما نكذبش عليك عزيزي من الاخر راه عاجبني هانتوما غتشوفوا عزيزي والله ملي غتشوفوا لا غيعجبكم وغيدخل لكم الخاطر راه زوين مابقيتيش تحشمي من عزيزك صافي عافاك عزيزي لما نقول واخا انت شوفوا وراه غادي يعجبكم قولي لي حنان نعم عزيزي فاش خدامه السيد كيبيع ويشري عزيزي مزيان فاش مازال ما قالش ليا مازال ما غرقتش معاه في الهضره يا واش بالك في هادشي واش غادي نقول لك هاكا تعرفي اختك حنان الا درتي حاجه في راسها راه ما تحيدهاش شوفي يا بنتي الله يرضي نعم عزيزي قول لي راه بغيت نشوف ونجلس معاه كتعرفي لي متى بغيت نحكم على شي واحد الا ما شفتوش ويكون خير ان شاء الله واخا عزيزي الله يخليك لينا راه والله ملي غتشوفوه اللي غيعجبكم غيدخل لكم لخاطركم وتانا عزيزي راه وليت كنبغيه كتبغي انت هاد القلب عندك دغيا تيبغي ماني اختي انا اش كتلومي عليا راه كل واحد وبليتو كاين اللي مبلي بالماكله كاين اللي مبلي بشريان الشراوط انا مبليه بالحب ايوا حبي حبي لالا خليني اختي نحبه ولي واش عندكم نتوما الحب ولا عيب انت ما كتحبيش عزيزي حشمي حشمي ها تتحشموا على فهاد الشيء هو احنا كبرنا على هاد الشيء
ولا حزازه تنقول لك واحد الحاجه راه سكتي سكتي يا ولمي انا خليكم دون نصلي واحد الجركع خليكم على خاطر هشمي شو عزيزي هشمي ايه لا بوم هاد العصر خيبا عمي مالك لا ولو عادي عيط لك الدكتور البيض عيط لي عيط لي البارح بغى النمرة ديالك وانا تاريح وي قال لي لقدموا لا كلينيك اكزاكتومون كبر لا كلينيك شويه وزاد دوتر سبيسياليتي وقترح عليا نخدم معاه اش بان لك دير معاك لي سان اون فيغا ايه والله يسهل قلت لك الله يسهل ريتا هاد المرة خاصو نكونو كنسير مش موعد كيفاش الحكاية تاع الولد شنو قلت صافي دوبوي توت الوغ كنقول شنو ناسيه تبارك الله عليك دكتور عادل لي ميديكامون ديالي كاع ما فكرتينيش فيهم توت الوغ شنو غادي تبغي نسولو على شي حاجه ولكن ما لقيتوش في الشومبر ديالو كيفاش ما لقيتيهش ياك خليتي كيتعشى لتحت ياك ماشي هو طلع قبل مني لا عليا ما لقيتوش جاب لي الله بحال لا طلع قبل مني هو لا لا صافي كيفاش صافي ياك بغيتي تسولو على شي حاجه هبط عندو بلاتي شويه تفكر شي ميساجات خاصني نصيفطهم و تيطلع هو مازال الحال داكو مهيدو تنجيب لك الكادو ديالك توت الوغ هي مبقاش ديال ناديا صيفط غير السميه ديال الدور كيفاش كيتكتب باش ما نغلطش فيها وما تعطلش اختي فين ما جيت عطيني هاد البيجامه واش هي اللي عندك راسك كتعهز وحده عندي يا والله جاتك بالخير شوفي شوفي هادي راه مريامه اللي كدير برانكات لراجلها ما عرفتهاش حمزه اللي ورات قبل الفلوق ديالو في يوتيوب هذاك راه ولد خالته وهادو ما عندهم ما يدار انتي مساليه سانتي متبعاهم سيري سيري انتي اللي مسالي درك كيدخلوا الفلوس صحاح من هادشي على هادشي فيه الفلوس فلوس صحيحه كنقول لك عاد كل ما طلعنا لي فيو كل ما كتخلصوا اكثرهم وشكون اللي كيخلصهم تقرا جوجل يوتيوب مين داك اللعيبات بحال هكا شوفي هادي قريبه تكمل مليون ابوني عرفتي كيتابعوها الناس من المغرب الجزائر تونس تعدات مليون هادي اللي كدير روتيني اليومي اييه عرفتها وبيني وبينك ماشي مزيانه انت كتجمعي دارك كتشقاي ومن الفوق تشاري وتخلصي من الفوق حيت ماما كدير غير فابور ما يمسخك ياك ما بغيتي ديري هادشي وجمعي راسك لا 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 ولكن صراحه بغيت ندير شي يوتيوب غير هو ما عرفتش كونتو اللي ندير فيها صراحه دير الضحك انا اي حاجه فيها الضحك كنتفرج فيها الضحك لا ما عنديش معنى وعلاش واش غادي ندير كي غنضحك ما عنديش ما داكشي ديال الضحك انايا سهله أشدي التليفون أيه أتشعلي الكاميرا أيه أتصوري ماما كتبلص في الهضرة ياك زين وين تضحكتي عباد الله وزدتي المتابعين شوفي هذا عاوتاني عنده 200 هكا كدا غير لايفات وكتلقى على الباشر وتلقيها حتى أنت هي عاوتاني شغنطلق تلقى شعرك تلقى السلوكية تعضك إن شاء الله عادل مازال ما نعستيش مازال وأنتي
لا بغيت نجيب غير اون بوتي دو. فين كان مسافر داك الدماغ؟ الدماغ مازال ما قطع حتى لو تيك. وداك القليب شكون فيه؟ والله الا توحش مسالتك جبروفيت بعدا ما عندك حدايا. لحقاش هذا الدماغ هذا اللي عندك اللي ما دماغ ما تلعبه شي نهار يقول لك طجي ومع انتي ما كتشاوريش غنفيق شي صباح يقول لي عايده كانت انا. نو سيدي ما تخافش انا غنبقى معك حتى انت تجري عليا. نو كونطخيغ خبارك انا لافامي عندي مهمه بزاف ملي كنكونوا مزيانين وفرحانين مع بعضياتنا راه كنكون مرتاح في خدمتي. ماي تو غيزون ايوا سيدي الله يخلينا ديما فرحانين امين. ديمو بويسكو كنهضرو على الخدمه علاش ما تبيعش الارض وزيد عليها شويه ودير اون بوتيت كلينيك ديالك ايوا تبقى غير خدام عند الناس. وي تو غيزون فكرت فيها العام الفايت ولكن بيني وبينك لقيت كو سي با مون دومين غنلقى راسي اون دافير بلوس كو ميدسان. نو با دو تو تو بو ريستي ميدسان ودير شي حد في لا جيرونس. نو امبوسيبل شكون لي زامي عندي داروا لا ميم شوز ولكن افيك لو طون لقاو راسهم كيفكروا في الربح كيفاش يكبروا لا كلينيك في لا كونكورونس تو فوا باسكو فينال سي ان بروجي. وي جو فوا Je suis pas trop d'accord, mais très bien. En tout cas, Sidi, moi, j'adore comment tu aimes ton métier. Merci beaucoup, Ella. Reste comme ça. Et oui, Allah, je dis que tout. Je suis nard ma bouteille d'eau, je suis prête. Yeah, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, je suis honte là. D'accord. Hadil, tu veux que je te fasse un peu? Oui, dis-moi. Oui, je me dis, dis-moi qui traite ta chambre, tu sais, mais qu'est-ce que je fais, hein? Là, lâche. M'arrête. Je suis tout à l'heure, je me dis. Bon. يمكن حيت ما كنعرفوش مزيان. بون وي يا لا بابا عايده مزيان بغيتي شي حاجه؟ شنو بغيت؟ جيت نجلس معاك ونعطيك الشوكولا اللي كيعجبك. مزيان شكرا اختي تو بزاف اللي خداك عليا. ياك ماش تديرونج؟ لا لا بالعكس مزيان خذ راحتك. الوغ ليزيتود سافا؟ مزيان هاد مزيان ديالك ما عجبتنيش واش مزيان مزيان ولا مزيان باش نمشي بحال هادي؟ علاش تمشي بحال هادك؟ مزيان علاش ماشي مزيان؟ ماشي مزيان ولكن زعما عادي كندير الجهد ديالي وصافي مزيان بحال كلشي سي بيان. ايوا كاين شي استراتيجي ابري لي زيتود تو كونت فير كوا؟ لا لا بصراحه ما عندي حتى شي استراتيجي غير زعما ما محتاج مكونسونطري دابا غير على زعما لي كور ديالي وصافي ما بغيتش نفكر شنو ندير من بعد خفت نبدا نفكر بزاف شنو ندير من بعد ما لي كور ديالي ما فهمتي تقطع الدبلوم ديالي ما ناخذوش. الوغ ما بغيتيش تاكل الشوكولا؟ لا لا شكرا بزاف. شوكولا نوار ياك؟ اللي كيعجبك. لا لا خدتك هذه يا اختي. يلا نخليك. البنات خصكم تنعسوا غدا القرايه خالتي انا غدا روب ما قرياش الصباح شنو هادشي سير عندك مع العشرة ناري ماما غير قولي كيفاش كتعقلي لهادشي هادشي غير ما قرياش كون كنت قاريه كون انا اللي كنقدم الخبار في التلفاز. من ديما خالتي كنبغي نسولك كون قريتي زعما شنو كنتي تبغي تكوني ورا بصح كنهضر معاك كره كنقدم الخبار في التلفازه ولا نشره الجويه المهم خصني شي حاجه فيها سيداتي ساداتي. وعلاش زعما؟ حيت كنبغي داكشي ديال الاباهه كنبغي نجيب الخبار قبل الاخرين. تبارك الله عليك خاصك تتبركي كاع ماما عاد تبركي حيدي عليا داك المشقوف وسيري تنعس في الدقيقه فكا فكا دابا فكا
شويه شويه دابا كنهضر معاك. يلا وتفضلوا يلا صحوا على خير. صحي على خير خالتي. يلا نعسي حيدي داك التليفون دابا شي خالتي عيشه تحيدو لك. قلت لك نعسي صافي نعسي انت وسكتي. علاش نعسي وسكتي؟ انا راه غتجي خالتي عيشه تحيدو لك. اولي خالتك عيشه ماك طيب راه نعسين كيشخروا ناس نعسي وسكتي. حتى فكرتيني اش قالوا العزيز الطيب في المدرسه؟ راه كنهضر معاك خليها ليا فيو. صيفطتي شي حاجه؟ واش نصيفط لك شي حاجه وانا جالسه حداك؟ عزيز الطيب اش قالوا لي في المدرسه؟ ملي غير سكتي يا صاحبتي ديك المدرسه اوفر بزاف. قالوا لي كنعستي مع الناس غير مره واحده ردوا لي ديما كنعس كيزيدوا فيه بزاف وحق الله. انا انت نعستي في القسم كنت تحكي واش غندير والله ما الخاطر انت جاني موت الناس. ايوا واش قالك الاستاذ؟ قالو خرجني في الاول قال لي سيري غسلي وجهك ومشيتي غسلت ورجعت عاود ناس. ولكن صراحه مديفو ماشي مني وكيبقى عليا قال افلاطون قال ديكارت ديك الفلسفه اصلا ديال النعاس. ما كتنعسيش اسماء اختي حيتك وراه عزيزي الطيب حالف ها فيك غير حيد لك داك التليفون ولا فين بيتي؟ اصلا ما عرفتش التليفون واسباب بقيت كنتغبر نتمسكن على ماما وقالت لها كانت مريضه وعيانه وفي الطوسوس ما نعاودش لك المهم درت فيلم تخرج عليا. حرام عليك والله شتي كديري في خالتي عيشه ما يسخنش لك المنهار تموت انت يسخن ولك انت انا نعسي وسكتي وحتى داك التليفون ونعسي شويه صافي نعسي تسمع نعافك تفيق وسكتي اسماء حتى التليفون اري خصك التليفون تطلقي اخر مره تسدي التليفون من يدي وكتغوتي هادي دابا خرجتي من الفيديو مي غنجيبها انا دابا هادشي راه كيتوضر مي غنجبدها دابا انايا بس ما تخرجش من ديك تليفوني بس Je peux rentrer? Oui, oui, rentre. Malk. Moi, Tiani, m'a dit Fishkin. Quel âge? Je sais pas. Si t'as un doux bisou, n'a-t-il son petit cadeau? Avec boire des autres là, ou l'on a tout de telle? Allez, je n'ai aucun cas idéal. Ouais, l'eau, gars, c'est son bureau. Kikara, le DRS ou Kikara. Il a dit, il me fait un tâche, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont allés, téléphone, il boire des autres là. قلتي لي قبيله شفتي خارج من بيتي؟ اه جوستومون توتالور ملي سالينا العشاء مشيت لبيتي ناخد الدواء بقيتو خارج من بيتك. واش هو موالف كيدخل بيتك؟ لا شكون عرفت علاش كان في بيتي؟ علاش؟ الا كان هادشي اللي في راسي بزاف سي ان فري بروبليم. شنو في راسك؟ خدا لي لوردونونس ديالي بلون تيت. اه تو ريكول. ايوا والكاشي؟ حتى هو خداه استعملو ونساه تما. او لا لا واش غنديرو دابا؟ Ça doit pas attendre. Vas-y. Adil.